بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين ودين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، درسنا ودرسي سدح تونات كان من كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله. وحين نسدن بيسي وعشر كيني ودن بي أنقصه قادني حديث في إمام البخاري أدب المفرد قصصاري ابن ماجه ابن خزيمة يا أحمد أي سو سارين أي نبي صلى الله عليه وسلم أو كويري يهود إنما يحسدين أنت أي إن حسدي لوارهمود أنت إني وحسدي لبدا سو إيه سلامتا إيو آمين سيكا إمامك قداشي سان آمين إلا لبدا الرموت آد أو ودارن أو يهودي آد نو حسدي وي آد نو ولد غالنتي أي كمته. مركز سلام تناواتق أن أهمية إله هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو نوشيغ هيو سلام تدحدين كفا فيا محايا لي وزعلان إسان تأمين سيغانا فإيدا وين بإله هذا النبي صلى الله عليه وسلم نوشيغ إني دم بيغين لو دافا هيو هدي تأمين تينو أو آمين تينو إي آمين تمالعيك تيسوا فقط. وكذلك الروايات كانوا حي هي الجمعه صلاه الجمعه ان يهود وين وحسد او وين غلط دغالنتي درسينا وحو كسبسن هي قراءته صلى الله عليه وسلم نبي اخرنتيسا بعد الفاتحه انا هو اخرن جري فاتحه مركو اخري كدب سورته اخرن جري صوبنا صلى الله عليه وسلم ثم كان وحوها صلى الله عليه وسلم صوبنا يقرا مد اخريو بعد الفاتحه سورة الفاتحة كذب سورة سورة بو أخرين جري غيرها أي غير الفاتحة فاتحة غير كذا. وكان وحوها صوبناها صلى الله عليه وسلم يطيلها من ديريه أحيانا مرمر وديرين جري ويغصرها وقابين جري أحيانا مرمر مرمرنا وديرين جري مرمرنا وقابين جري صوبناها صلى الله عليه وسلم وحيالاه وخقا منها وحاكم إذا هيد لعارض سفر سفر إنو لسو درسو أو سعال أما قفع أوره لحياء كتب ماذا سو قراءة وضو أو مرض أما جرو أو بكاء السبيين عني جرؤو هنتي بكاء السبيين عني جرؤو هنتي كما قال أنس أنس بن مالك سدوي رضي الله عنه إلهي كلها النقضيه وحليه جوز وحافظ ذي صلى الله عليه وسلم نبينا أيا وحفظ ذات يوم مال مالها كمدة في الفجر أي في صلاة الفجر صلاة الصباح أي مركو حوي أجابي وفي حديث آخر حديث كرو حكيم صلى الصبح نبي قبل الصبح تكدي مالمالمها كمدة وفقراء وحو أخري بأقصر أما بأقصر سورتين لبا سورة وقرآن كوحوية أو قابا بأقصر سورتين في القرآن لبا سورة قرآن كوحوية قابا أي مالين كو أخري سلا صبح. فقيل وحالي ريا رسول الله رسول كلاها يو لما جوزت محبو فضيس سلاة محبو فضيس وليد. قال وحوية سبحانه صلى الله عليه وسلم سمعت وحان مغلي بكاء السبي عنق يروهنتي فظننت وحان مليي أن أمه هو يدي معنا إني أنك نلجرته تصلي هو يدي إني نلجرته إني نلجرته كني سيئن مليي فأردت وحان دوني أن أفرق إن أسيد دايو له أسغى أمه هو يدي إن أسيد دايو. حديثك وحصو صاري إمام أحمد سند صحيحة وكذلك أبو داود في المصاحف أي خصوص صاري. حديثك محنو الشيخية نبي قال صلى الله عليه وسلم إنه أخرين جري فاتحة موين سورة كلي قراءة وكو أخرين جري وحونو النو الشيخي إنه مرمر ديرين جري سورة فاتحة كذا ميس مرمرنا وقابين جري سورة فاتحة كذا ميس أسبابته وقابين هيانا وحيتها هي
إنه سفر النبي صلى الله عليه وسلم كوي ماذا ما ها إنه قفع يريد حيئي كت ماذا أصو قراءة وضو ما ها إنه بحنون قدرامه أما أو مغلو عونك يرد أوهنتي عونك يرد أوهنتي هدو مغلو قابين جري أنا أصبح حليه نبي جانا صلى الله عليه وسلم أيام مالين مال ما هكامده أيو صلاة دي قابي صلاة دانا وحي أي صلاة صبح فجر كيهي حديد كالو حكولي هاي صلاة صبح ومالين نبي جانا تكذي لابد صورة قرآن كأو قابن بكو تكذي لابد صورة قرآن كأو قابن وأن صورة كوثر يقول هو اللي لابد صورة صبح بكو تكذي والله صورة القرآن كأو قالن أيو كتب النبي صلى الله عليه وسلم مركز هو عاد الله برتين ما أهينه إلا إن سلا صبح صلاة ودرين جري قرادة صحابة ويدينا رسول الله محارد عي وقو قابس صلاة قرادة مركز هو حور صبح ناصر عليه السلام وحان مغلي عنق يرؤهنتي وحان أم لي إني هو يدين لتكنيسه سادرادة وحان جعلايستي أما وحان دوني إنان هو يدي عنق أفصح فدام إسلاة كجرته إنان هو يدي أفصح حقا لما كنت تسينها يا سلاة إن مسلا حدا ضدك كودة وتوكانها يستغبت وأوقابين كرت عنق آير وهنتيسا هو يدي بسلاة إنه كجرته النبي صلى الله عليه وسلم مليه صادرات بو غاوي وكذلك فقاده وحيدهن من باب العكس اسوقاتان اما اي اسوقاتان من باب اولى ادي وصلاه دي كجرو او ركوعسن اياد وحاد مقش قف صوت اللابسن هي تلابدي سي اما غرحانكي اما صعودكي با اياد مقش وحي الركوعنا مو يركهين كرتا انت قفكا كسو غاراهي ما أوير كهذي، فقهذا وحيدين من باب أولى، صلاة هذه لو ديري لو جابي لأجل علة، وكذلك يجوز إن لو ديري لأجل علة، وحير قدر يرفع كعده كير نجاته، قلنا وحيو أديك سدان قياس العكس، إنك سو قياس العكس ما شو كوه بونين قياس الأولى وي، قياس العكس أيوة أديك سدان، مرك أديك وركوع سن قف كادم بيو صوت لابسنا هذا أعرفه. وحوقا وضو يركالين كرتاس وقفكا كووصو حدو ركوع دا ووصو هلين حديث كان بينك قاتين فوق هذا حديث كان وحاك الله الله فهمها هيا قبلها يعني صوح حاذر هيا صلاة صبح مساجد رواية كلانا كتب من حديث في الصحيح قبلها صلاة صبح بيسوح حاذر الجرين أيو متلفعات ببروضهن أيو قوض قوض ضوبا أنا اللوج جريني مجد سوتيس مركي قدومان صلاة الصبح يدو مجد تا يقدوم جرين وصلاة كبح جرين مركي نيء إيمان قبل هنا مساجد إلهي ويصح حاضران ويفي عنته والنبي صلى الله عليه وسلم حليه هودي دينا أدوم ماذا الله مساجد إلهي هودي دينا ويلكي يرى ودلي عبد الله بن عمر بلال إنه هما ملينا يا مقعيس الله أم حذافة في صحيح مسلم إيو صحابي كالونوه ممره لكن مقعيس وحواء حذافة أم بلال في صحيح مسلم سوك صور ورتي عير النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مركز عير والله إلهي ما كنت أرتي لنمنعنا وأن أدي دينا وأن أدي دينا مسو حاضر هيان أبيب فديمش مركز يا وحيري أدب مركو حاوي وعاية فسبه سبا شديدا ونوتك دنا عمده يغير كيسي كمان دون تار رواية دينا مختصرة أدب وعاية عاية أولي عروتي سوسا عاية سحابي عير رسولك إلهي ما وحوليه أدوام ذي إلهي أودي دينا مساجد أدينا وحالة دوان أودي دينا مركو حاوي قبلها مساجد ويحاذيري كران قصتو يو خير بدانتا غريو هودا دي فتنه لغا بقين اسكيتو كدان حديث كان يكو ولا ميد با لغا قادنايا ثم كان وحوا سبحان الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من اخريو بعد الفاتحه فاتحه كذب سوره بو اخرين جري غيرها
فاتحة غير كذا يؤخرن جري وكان وحوها صوبنا صلى الله عليه وسلم يضيلها مد إيري أحيانا من مربو ليرين جري ويقصرها وقابين جري أحيانا من مره وقابين جري سببت وقابينها يوحوها إلي عارض سفر سفر هدوكو إما صوبنا صلى الله عليه وسلم أو سعال أمره رحياء كتما ذو يقفع أو مرض أم حنون أو بكاء سبينا معنقر أوهنتي كما قال أنس بن علي بن مالك سوي رضي الله عنه الله كلا النقد جوز وحافظي جوز وحافظي صلى الله عليه وسلم نبيك ذات يوم المعلم المعكم في الفجر أي في قراءة الفجر صلاة الصبح قراءة يوفذي وفي حديث آخر حديث كلا وحاكو السقنا صلى الصبح نبيك يا صبح تكذي وفى قراءة أخرية بأقصر سورتين لو صورة ضد كو او غابن في القران قران لبدا سوره القران او غابن بو كتو كدي فقيل مركاز او حالو يا رسول الله رسول الله يو لما جوزت محض او غابسي او صلاه او فضيسي قال الحير سمعت وحان مغلي بكاء سبي عنجر او هنتي فظننت وحان املي ان امه هويدي تصلي اني تكنيس معنا معانا اي تكنيس او فارت وحان دوني ويري ان أفرقا إن أن أفضي أن أفسح له أسغى أمه هيدي أن أفسح أيان دوني بويري وكان حواء سبنا صلى الله عليه وسلم يقول مدك قوله إني أنا لا أدخل وأنقلها في الصلاة صلاة بأنقلها يا صلاة بأنقلي وأنا أني أريد دونها إدالتها إن أن ديري صلاة إن أن ديري أن دونها فأسمع مركزا وحن مغلى بكاء سبي عنجر أوهنتي أما بكاء السبي عنجر أوهنتي بان مغلى هيا فأتجوز مركزا فضوين هيا في الصلاة صلاة أيام فضين في صلاة صلاة إذا مما أعلم وحن أوغهي من شدة وجد أمه هو يدي مرغد أي مرغونيسو وحن أوغهي من بكائه مركو حاوي او هنتي سببته او مركو حاوي اي مرغونيسو حديث كان وحو كلي هي امام البخاري ومسلم با سو ساري نبي وحو ليه صلاه بان غلهايا صلاه دانا وحان دونهايا انان فضويو انان فضويو ايان ربا مركان انان ديريا ايان ربا عفوا انان ديريا ان صلاه دا دم حسنه مركان غلهايو مركاس ايا وحان مقلا يا عنق ير اوهنتي مركاس ايا صلاتي فضين هيا وحا ان اوغهي هويدا مرغده اي كمرغوني عنق اوهنتيس وكان هو سبحان الله صلى الله عليه وسلم يقول مد قوله اني اني لا ادخل وان غلهيا في صلاه صلاه بان غلهيا وانا اني اريد دون ادالته ان ان ديريو فاسمع مركاس وحان مقلا يا بكاء السبي عنق ير اوهنتي فأتجوز مركزا صوغا بنا في صلاتي صلاة ديدا مما أعلم وحن أغهي من شدة وجد أمه هو يدي حنونك أي هليس أما مرغد أي مرغونيس دراشدي سأنو غران هايو من بكائه أوهنت عنك أوهي أي أغر الحفصان إيسو وكان حواس بنا صلى الله عليه وسلم يبتدي أمد مركو حوايو كب اللابة من أول سورة سورة أول كيدا أو ويكملها ودم يستر في أغلب أحوالي حالتي سيدة أبدا حديث كان وحسوس هاري أسدنا وحكومي من حديث كان ودير بكومي لكن ابن أبي شيبة يغير كي ونس ولا سوق جابي نبي صلى الله عليه وسلم حوأها صورة ذها وكب الله من هيو أول كيدو كب الله بجري وصل هذا كنت كناي أكثر كذا مرمرنا وسوق جابين هاي ومركو حوايو سورة يقول لما يستيرها في أغلب أحواله سورة أو بالله ونمين هي معي النبي صلى الله عليه وسلم وحاسوه مرتي إنه مر عراف بالله مغرب ونمين عراف أيو كو نمين مغرب مركب مغرب كيسا حوالي تقرأ النبي صلى الله عليه وسلم تجينا أنا مغرب كي نوابك لدوين ومرين معي علي عراف إسكده هذا عما آخر سنة وحاول يدك قارع إلى مخرب بونو ضعفه وكبحه وهذاك وديري إلا مخرب وحنا مسنا يا نجا شافعية ذي المخرب وحير إنك صو رجع حد محدثين في الشافعية ذا إمام النووي
iyo qeyrkii ibn xajar ay ragga aada uga dagaalameen oo ay dhaheen maqribka waa muwasac xoogaa wuu dheer yahay oy xanaabilada geeskeeda la yar mareen laakiin waxaanu haysanaa saddexda maqribka iyo laba ragcooda sunna inta laga tukado inay ku agto taasna marka waxaa waa laga xoog badan yahayoo nabigeena sal alay wasalam oo suuratu alcaraaf ku akhriya soo aroortay suuratu alcaraaf waxa weye waa xisbi miya mise waa jus bay ku dhowtay ya juzi wax yar weyso juzi wax yar wey haa juzi loo maqra meelaas wey marka suuratu alcaraaf oo dhan ayuu ku akhriyay maqrib waa juus iyo wax yar weliba xisib bay ku dhowtay xisib bay ku dhowtay maxaa yeele xisibka qaala lmalow idna taqna aljabal wuu ku egyahay qaybta horena waaba xisib waa juusii marka waxaa weeye waa loo maqro juusii loo maqro ama maqra iyo haaf calaa kulli xaal nabiga sal alay wasalam wuxuu leeyahay salaada markuu bilaabo suurad buu ku dhamaystiri jiray dhaxda kamuu qaban jirin oo say u badan tahay wayna soo aroortay laakiin asagoo dhaxda ka qabtay ama wax yar ku tukaday laakiin say u badan tahay axwaashiisa suuradaha gaagaaban ayuu ku tujin jiray ama mufasalka soo u tegi doonaa subax khamiisaad ayuu u badnaa subax khamiisaad wa kaana wuxuu subanaa sal alay wasalam yabtadiu mid ku bilowda min awali suurat suuradda awalkeeda wa yukmiluhaa wuu dhammaystiri jiray fii aqlabi axwaalihi xaaladihiisa sida oogu badan wa yaquulu wuxuu dhihi jiray suubanaha sala allahu calayhi wasalam ucduu siiya kulla suuratin suurad kasto xadahaa dheefteeda siiya ama marka waxaa weeye qaybta ay leeda siiya min arukuuci rukuucda ka siiya iyo wasujuudi sujuudda wa fii lafdin lafdi kale likulli suuratin ragca suurad kastana hal ragcad buu ku akrin jiray hal ragcad ayuu ku akrin jiray marka suuradaha yararka iska soo qabso wa siay dadkana marka waxaa weeye aad muran uga gelinin wa kaana wuxuu ahaa taaratan marmar yuqasimuhaa mid qaybiya a suurata suuraduu qaybin jiray fii ragcatayni laba ragcood buu qaybin jiray wa taaratan marmarna yuciiduhaa wuu ku soo celin jiray kullahaa dhammaanteed fii ragcati thaaniyati ragcadda labaad intaba axaadiidtan waxay tilmaamaysaa nabiga sal alay slam inuu jeclaa suuradda uu qur-aanka uu ku tukanayay salaadda inuu kaamilo inuu jeclaa saasaana fadli badan sida fuqahada ay leeyihin sheekh islam ibn taymiya ee keyrkii imaamu suyuuti fii kitaabiga ashbaah wanadaa'ir yanaa uu soo guurinaya qiraa'aadta oo u fadli badan salaadda waa qofka in uu salaadiisa suuradda uu akhrinaya ku dhammaystira ayuu leeyahay qolyana wayba ka dagaalameen oo waxay dhihin maba bannaano inaad suurad dhexda ka qabatay oo marka waxa weye aad dhammayn weydo ma loo galay dheen suuradaha gaagaaban ku tukay leeyihiin haddii kale suuraddaad bilowda dhammee calaa kulli xaal warkaasna waa laga xoog badan yahay dhexda waad ka qabsan kartaa aayadna waad ku tukan kartaa laakiin sida wanaagsan waa in suuradaha aad dhammaystiraysa aad ku tukataa fiican nabigana wuxuu dhihi jiray suurad kasta xaqeeda siiya rukuucda ka siiya iyo sujuudda ilain qiraa'adii hadday dheeraato sujuuddii rukuucdiina iyadan way dheeraanayaan marta maxaa weye fiqiga ka mid maaha inay qiraa'adii dheeraato sujuuddii rukuucdiina ay yaraadaan nabiga sal alay wasalam suurad kasta xadiid kale wuxuu leeyahay uu soo saaray imaam ibnu nasr iyo daxaawi iyo keyrkii suurad kasta ragcad buu ku tukan jiray maala ad maratay suurat duxaa aad ku tukato waa ragcad ragcadda kalena aad suurad kale ku tukato waa okay markaasay noqonaysaa marmarna yuqasimuhaa fii ragcatayni hal suurad buu laba ragcad u qaybin jiray hal suurad ayuu laba ragcad u qaybin jiray oo suuraddu soo bilaabay dhexdu geyn uu rukuuci ragcadda kalena waxaa weye meeshii uu ka qaban uu dhammaystiri wa taaratan yuciiduhaa mar kalena wuu ku celin jiray oo suu samayn jiray maalan waduxaabaad ragcaddi u horreysa ku akhrisay ragcaddii labaadna waduxaadii nafti kale haddana kusoo bilaabay ayaduu ku celin anaa waxaa leeya imaamka haddii hal ragcad marka waxaa waye laba ragcad ba hal suurad iskeeda u celiya imaamku uu saawiy inaan dhahno maya sunnaday ka mid tahay inaad hal suurad laba jeer ku tukato oo labada ragcadba marka waxa waye iyadoo aad akhriso sunnaday ka mid tahay wa taaratan yuciid waa uu ku celin jiray kullahaa dhammaanteed fii ragcati athaaniyati ragcadda labaad suuraddii oo dhan buu soo celin ragcaddii hore suuraddu ku tukaday xadiidkana waxaa soo saaray imaam axmed abu yacla min dariiqayn wa kaana wuxuu ahaa axyaanan marmar yujmicu ku kulmiyo fii ragcati alwaaxidati halka ragcad bayna suuratayni laba suuradood buu ku kulmin jiray oo akhara ama wax ka badan laba suurad iyo wax ka badan ayuu ku kulmin jiray waa imaan doontaa asagoo marka waxa weye saddex iyo afar suuradood hal ragcad ku akhrinaya ayaa imaanay wa kaana wuxuu ahaa axyaanan marmar yujmicu ku kulmiya
في الرقعة الواحدة هل كرقعت وحوكو كل من جري بين سورتين لبا سورة أو أكثر من مر قارو سراعين هي سورة التكوين وإذا الشمس كورت الدخان بو هل رقعت آخرين إلا معنى هذا يا وينو إيمان دونان سورة ها معنى هذا إسكا أقدوين أيو إسراع راعين لبا لبا إسكو راعين هي وهل رقعت واحد وكو آخرين سورة الدخان بو آخرين كتاب قابك سورة نون دقان مركو كتاب قاب سوا آخرين هذا وحوكو بودي إذا الشمس كورت وهل رقعبوه إذا الشمس كورت بودنا آخرين لا معنى هذا قيامة يمركو عوا يكوي هذا هي واسكودو صورة معنا اسكودو النبي وسكو في السنجري حديث ابن مسعود إمام أبو داود في سننه وقصص ساري نظم وصو سمين هي النبي صلى الله عليه وسلم صورة سي اسكو مثال أما معناه اسكودو يهي أما أيضا ذكوا هذا هيان أي سرعين جري إذا وقعي من مقار وسرعين هي يا حوا يقترب وسرعين مر مقار صورة مركو حوا نظم وضع والنجم يدور بسرعين سلاس النبي صلى الله عليه وسلم سمين جري سورة بركة حوالي مفصل كون تغينا وكان وحوها وقد كان وحوها صلى الله عليه وسلم رجل وقد وحاقية كان إنوها رجل وقد كان وحوها رجل وحاها من الأنصار أنصار كميده يا أمه متجي في مسجد قباء مساجد قباء لو يقان ومساجد كان هذا وحاوي مدينة كيالا وكان وحوها كلما افتتح مركو فرفرته سورة سورة مركو فرفرته يقرأ وآخرنا يبيع يده اللهم أيها في الصلاة صلاة مما يقرأ به وحو أصغى أخرنا يكود درجري افتتح وحكوف الفرنجري بيقول والله أحد ثم يفرق كفارق جري من حق هذا كفارق جريه مركو فاتح آخرية قل والله أحد وآخرين سورة قالوا آخرين هذا نقول والله دم الله فعل أما مركو عاوي قل والله الرئيسين أما هو دبيسين مركو دم هو جماعة بكد عوندون دو حيد أنه يقول والله رعاك استقوى آخرين يسمح ونتك دونا محكمة الله ساري دونا ونبي قال لوقين دونا حتى يفرق إلى وكبح منها إسراد إلى وكبح ثم يقرأ وأخرنا سورة أخرى سورة كلا معها معد وأخر وكان يصنع حسمين جري ذلك رتا يدا في كل رقعة رقعتك استوى قراءة قل والله رعيا فكلمه حالها لأصحابه وأصحاب كسال هذا وعيد ورنيه وقل والله أنكره أما يدا كل يد كل كيس أما مركو حوي كره قل والله سورة هذا ضبطت فقالوا وحيدا إنك أذى تفتتح وتكوف فرنيس بهذه سورة سورة ما تكوف فرنا وقل والله ثم ترى لا ترى ما أركيس أنا أيضا تجزوك إنك هاجوديس ما هو أعرف بين قراءة إنك هاجوديس أيضا حتى تقرأ بأخرى إلى سورة الأخرس فإما أن تقرأ إن الأخرس سورة ليلة قل والله بها أيضا وإما أن تدعها إن اسكديس قل والله فرح كقادو وحود حيم لها أو تقرأ بأخرى سورة الأخرس رأيت بكسفير فقال مركز حير ما أنا أنميه بتاريكها متكتها يقول والله ميه وراني يقول والله كم تجاهية إن أحببتم هدج علي ستان أنا أمكم إن أنا إمام إني النقضه بذلك أرنت سيدا فعلت وانسمي هدان إن أنا إمام إني النقضه أضربتان قل والله مدينا يا أني ساسا سمين هدان كاهن وحوي وادي فسعي سو إمام كلا فسعي سو وإن كريتم هدان نعذان إن أنا إن قلت جي صورة داس تركتكم إمام نمد وإنيتي مأمون بالنقل إمام نمد وإنيدين وكانوا وحي أهايين صحابة يرون قوة أركا أنه أسقى من أفضلهم منك أوفل لبدن ويه أما رقع أوفل لبدن وكجر القرآن كأول أكسن أمركو حاوي خير كي كنتو مايان إلا إن سلادو حال راقف أهل الخير أو أكسن إلا ديب وإمام ماذا ما شاء وقبته هدو حالقي هاي وقركي حيرة هاي هدي مركو حاوي وصندي إلى اللي نيو هدي مركو حاوي حمان كلي وحياله وكجر وإمام نودي من متسنة ولو كان قارئا هنقض قرانك وحوي قراءة عشرة هكو أخري مرهد حالق اللحية أو قرك حيرة ليس مناسبا له أن يكون إماما معي لي وحكم وقت علامة من علامات أهل فسق وانكو حبونين خير كي كتو مجرين كان مرك إنو أهل خير يهي تو مجرين وكانوا حيا يرون كو واركو أنه أسر من أفضلهم إنو تدقى أوفض بدن كجر وكره حين نقض أن أمهم إنو إمام نقض غيره أسر غيرك أسأل غيرك إمام النقضان وين عين فلما أتاهم النبي نبي مركو أؤماذي أخبروه ويؤرمين الخبر خبرك يؤرمين نبي مركو أؤماذي وقضاء صفر بكم غراب الرواية كليه ما نبي صلى الله عليه وسلم مسايد كيسو جري ولو علين ما بعد سنين مسايد كنبي قضاء إسلاء المركز أخبروه الخبر خبرك على كل حال نبي أشيك فقال مركز النبي وحوري يا فلان هبلو
ما يمنعك محاك الرئيب هايو أن تفعل إنا سميس ما يأمرك وحيك أمر هايان به أصغر أصحابك أصحابتهم أصحابتهم سوكو ميدين ورنيه قل هو الله أنه ودو ودو غرادك ودك جوج أما أيضا آخري أما سورتك لآخري قل هو الله أنه سورتك لقود بالله ريس فرحك قد حسمين سو أصحابتهم سوكو ميدين محبورك ودو يلوي سؤالا كون راعية وما يحملك محاك وحن بارها على لزوم هذه السورة سورة المحادو لازم تقول والله أدعوذر تقرأ في كل ركعة ركعة كستقول والله محادو آخر نيسا نيكا جوابت في هذه صحابي فقال مركز وحيري فصولك الله وإني أنا أحبها سورة قل هو الله وانجعله إني أحبها وانجعله نبي محاو جواب فقال حيري صوبانا صلى الله عليه وسلم حبك قل هو الله أجعلك أجعشها إياها سورة قل هو الله أجعشها أيا أدخلك الجنة حاول تدخل الجنة بسويها جعلك تقول ولا جعلتي أي جنكم متيسون وضيمنك قليسا جنة بتقول شيء وتكون متيستين على جنة نقط قل والله جعلتي بحيك هذا إذا قل والله الله سبحانه وتعالى بك هذا إذا صفات كيسة أي وحي الله لجنة زاهي الله سبحانه وتعالى أي كهذا إذا يريد هذه وحي حمبار سنت اسم لها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحكسون هذه رواية قارقود وحكس شيئا لكن على راجح صحيح عند المحدثين قل هو الله اني ودغنتو تعدل ثلث القران صدح ميلود مركي لو دغو قرانك صدح ميلود مركي لو دغو ميل اي ودغنتا هل صدح ميلود مركي لو دغو ميل اي ودغنتا مركو waxaa weey wa تعدل ثلث القران النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تجزي قال صدح جير قل هو الله اخرسو كانما قرانك دن اخريا لمت ما هنا قرانك اجرك اخرنيسي ay waxa way aadleedahay laakiin ijzaaga laga hadlaya qof maanta oran quraanka wada akhriyaad ijzaag baab kaasay ay galeysaa bidii culimada marka waa aad bay u fadli badan suurada suurada fudma hadithka waxa soo saaray imaam al-bukhari ta'liqan wa tirmidhi mawsuulan wa sahahu marka hadithku waa hadith sahiha qoliya ku daba dhigay abu mas'ud dimashqi iyo geyrki qoliya marka waxa wayo inay dhaafiyaan isku day laakiin sida xoog badan hadithku wuu sugan yahay inda al-muhaddithin imaam al-bukhari ta'liq bu ku soo saaray fi sahih وتعليق الإمام البخاري إلى من علقه وصحيح مر الملها بعد التعليق بضاد كجرته بعد التعليق وتفتيش بالوصمين هذه رجال صحيح النقضان تأخذ حكم على كل حال حديث كان معناه حبارسية هاي من سحابي ومسائد القبى الله يراد مسائد القبى ومسائد كان قريبة مرحبا معالي مدينة معوالي مدينة أنا كده صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مساجد كيسة جيس كان خصوي جيس كان من كاس قبل هذا حجده مركو حاوي وكسو جرا قريب وصي مسجد النووي نا لواتني شندق بالوس عنا يقف كل وين هاي لواتني شندق باوردا صارن تاني وابي البرقسي مسجد كوا مسجد فضي ونبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أو حليه هي من توضع في بيته نينك جوري سكسو ويشيس ثم أتى إلى قباء مسجد قباء ليرانا إمامه أو فصلى ركعتين لبرع كتكت تعدل وحوي عمره عمره أي أودي أنت أجرك يعني عمرك مجد يسأل لكن عمره أجرك هلي لهيت أي لبرع عضوض مسائل قوة كتكت أذكيه لسوا ومسائل مرك فضي عليه والنبي صلى الله عليه وسلم فضي أو كشيء صدق المسائل مك لقى صوت فضي أصيغ قادم هاي وفضي بوليا إلا إن سلاد يسوى على شيء فضي ليه مساجد كاسبو مركا نين سحابي إمامك أها نين كاو حوصة ميا مركا مركو فاتحة دي أخري قول هو الله بلوضة سورة كالو نقضة بحرة آمي سورة كالو بلوضة قول هو الله ختمة داد كي مأمومين تا آيا أردي كرهيس حيدا ونيو سورة دان قول هو الله كو أكيس سورة دان قلات كتب ودك جوج ما ها وحاول صورتك على آخر يقول والله نعرف أن رعاتك استقوا آخر نص عينك ما يسكيد وتكذان لكن ماشي حكمة كالصعود مركز عيور ونميه حداد جعلتان إن الإمام إني نقض سيدا من عن السمين قل والله ولي مدينة وأن وضن حدان دربين سوما ها إمام كلا كنس إمام كلا سميست أنا ما ممتن كمين نقض
arinta baa ku yar adkaato waxay u arkeen ninkan uu yahay ninka ugu khayr badan oo iyaga markaa ay ragga ugu khayr badan buu ku jiray markaas iyada dadka ugu wanaagsan ayuu ku jiray wa ila salaadana hal raba qofkaad khayr ku tuumaysan u dhiibato oo imaam uu ku noqdo qofkaad ka shakisan tahay maya qofkaad khayr ku tuumayso inuu ahlul khayr yahay oo ilaahay xaqiisa markaa waxay kaan maxay ila salaad waxaan nafi kala odaysan ma walaa markaas iyada salaadii waa xaalada ugu wanaagsan bay kamid tahay khayrkeeda inaad qof aad marka waxa weeye ku aamini karto ilaalinaya arkaanteeda iyo waxa weeye baasheed ilaalinaya ee ma tahay adiga quraanka xifsantay soo gal salaada tuji maaha ilaa axkaam ay u baahantay dhibka waxa la bariyaan dambe imaadada kamid tahay nin soo quruxsan ama quraanka xifsan in la raadiyo imaam laga dhigo axkaamteeda inuu fahansanayn oo wax yar salaadeedi ka hadlo dowraan u dhaco dowraan nin saaxiibka wuxuu ii sheegayay masaajid ayaan maalin ku tukaday buu yiri markaasaa ninka imaamka noo ahaa salaadii casarkeed buu wuxuu tujiyey saddex ragcadood ama may wuxuu ka tegey rukuuc sujuud buu ka tegey laba sujuudo samayn hal sujuud buu ka tegey afarta ragcadood buu tukaday hal sujuud buu ka tegey markuu salaada ka baxo alay sheekh sujuud baa ka tagtay istaagay saddex ragcood tuko oo ataxyada udhexeyn bal xaguu wada saddexda labada kale xagee socdaa waxaa la rabay hal ragcad bas inuu soo celiyo ila ragcadda ka kaca noqoto saddex waaba tukatee saddex kale oo marka waxa weeye ayuu keensaday oo aan maqrib u malayn un aan wareernay waan ku wareernay inay maqrataan u malayn haddana buu iskala salaam naqsaday buu baladii meel un dhaqaaji masaajid garan baa isla bulhamay wax saxaan weynu dhahay oo salaadi noo sax waa dhibkeeday leedahay marka axkaamta salaadi inuu qofki yaqaan walaalika fuqahada shaaficiyada ma fiirinayaan qofka xaafid inuu yahay keliya qur-aanka wax mujzi ah hadduu yaqaano axkaamta salaadana uu itqaaninhaya qofka axkaamta salaada itqaaninhaya la hormarin mayda xanaabiladii keyrkoodna waxay leeyihiin xufaadaa la hormarin oo iyaga dhankaasay aqra'um likitaabillahi xadiidkaasay ku dhigeen waxay leeyihin shaaficiyi keyrkoo aqra'um likitaabillahi ay afqahum baa laga wadaa kooda ugu fiqi badan ee saxaabada iskama ahayn qur-aan ay dareerin jireen oo fiqi ay fahansanayn ma ahayn calaa kulli waxaan ku keenay salaada qof ilaalin kara inay u dhiibtaan baa iyagana u arkeen wuxuu yidhi marka nimay waada saanay u jeceshiin imaam maasaa inay ahaan haddaad in necdaan soo ma aha karaaha salaad imaam kale karaahaysanaya oo salaada maba ansaxmayso alaa salaada ku ansaxmayn waxaa ka mid tahay imaamka oo la necab yahay imaamnimadiisa oo aan lala rabin inuu dadka tujiyo salaadahaas ma ansaxmayaan salaadaha inay ansaxmayn ka mid tahay axkaamta fuqahada soo arooriyaan imaamka salaadaga ma ansaxaya haddii ay dadka u daba tukanayo makruuha ay kaya agtiisa ay diidan yihiin alaa marka waxa aan la ogolayn ka mid tahay markaas wuxuu yii nimay haddaad i karaahaysateen waa inii dayn imaam kale la imaada arrintii marka way la xumaatay oo ay ka aamuseen nabiga markuu yimi sallallahu alayhi wasalam baa loo sheegay markaasa nabiga sallallahu alayhi wasalam wuxuu yidhi hebelow maxaa kaa reebay ama kuu diidahayo inaad samayso waxay ku amrayaan dadka asxaabtaadee waxay ku amrayaan inaad samayso maxaad u diiday midda kale aan ku weydiiye maxaa kugu xumbaaray inaad mar walbo ragcad kasta aad ku darto qulwalle suuradda kalaad raacayso markaasaa wuxuu yihi rasuulka ilaahayow qul huwalle waan jeclahay qul huwalle waan jeclahay nabiga sallallahu alayhi wasalam wuxuu yihi xubuka iyaaha jacaylka aad suuradda ikhlaas ee qulwalle jeclaatay ayaa adkhalaka aljanna ay tadkhulu aljanna jannad ku galaysaa ama ahlu jannad ka mid tahay xadiidkan uu sugan yahay imaamu albukhaari ee tacliiq u saariye tirmidi waana xadiid marka saa u qiimo badan baabka shan iyo labaatanaad jamcuhu nabiga nabi sal alay slam jamcintiisa sal alay slam bayna nadaa'iri suuradaha isku egeg waa kuwan hadda sheegeyn suuradaha isku egeg uu jamcin jiray iyo wa kayrihaa kayrkoodba fi ragcati ay ragcati alwaaxida halka ragcad inuu laba suurad iyo kayrkeed ku jamcin jiray wa kaana wuxuu ahaa suubanaha sal alay slam yaqra'u mid akhriyo yaqrinu mid xariiryo dheh yaqrinu wuu xariin jiray bayna nadaa'iri suuradaha isku macna dhadhow wey macnaha isku dhadhow yihiin oo min almufasali juz khamiisaad kami waxaa waaye subax khamiisaada mufasalka waa subax khamiisaad mufasalna waxaa loo yidhi laba arrimood bay sheegaan waxaa weeye liannahaa
وحاكر سارات تصر بالبسملة سورة ما دام يريدين جزء خميسات أما خصوع خميسات سورة يريدين بس ما لوكر سار سما بس كافرها بدن أي مد بوا حلو بحيدهن مفصل ولكن لو حيلين ما أحكام تا قيام ضا إيو عقابك عذابك وحيلها سيسيف عنو بقول نكتي سورة سالة أركيسة سورة وحوية حاقد أركيسة سورة وحوية تكوين كورة أركيسة لشمس كورة قيامك هذه سو وإذا البؤودة سويلت وإذا يناها وإذا العشارة عدلت حكاة ليس آد وأرتك سورة قيامة بكل قيام له شكي ومرك عاي قيامك هذا ليس على كل حال سورة أي حمبار سنت هاي با قيامة عقاب كي عذاب كي دكتيرهم صادر هذا بفصل النبعي على كل حال من المفصل بآخرنا وحوية سبع خميسات من المفصل وسبع خميسات فكان وحوى صوبنا صلى الله عليه وسلم يقرأ من آخر يوم سورة الرحمن سورة الرحمن بو آخرين جري إيه والنجم سورة والنجم الرحمن بو هالرقع بسكرة عن جري والنجم ذا هو أو معيت هاي بيجي وقال لما بيجي ولي بو هاف كدو لو بيجي هاف كدو إيه سورة الرحمن أيضا لو بيجي هاف هاف يرو بيجي ذا حابي سكيرو دايو أيو هالرقع تكو آخرين جري هالرقع بكو آخرين جري وفي الرقعة رقعات كرنا وحكوا آخرين جري اقترب سورة اقترب إيه وحوك الله إسراء عنجري حاقة الحاق اقترب وهذا هل رقعت كوا خنجري في رقعة واحدة هل رقعت بسكوا حدين انجري والطور سورة والطور إيه والذاريات سورة والذاريات أي إسراء عنجري أو في رقعة هل رقعت وهذا كوا خنجري إذا وقعت الواقعة إيه سورة النون أي أسرع عن جريه هل رقعت بكو آخر جري في رقعة وسأل سائر سورة سأل أي أسرع عن جري إيه إيه والنازعات اللي لبوا عقاب عذاب يكشكينا سأل أي أسرع عن جري نازعات في رقعة واحدة هل رقعت بسكرة عن جري والمدثر إيه والمزمل سورة المدثر إيه مزمل أي هل رقعت بكو آخر جري في رقعة واحدة وعما يتساءلون إيه والمرسلات عرفا أي رقعة واحدة كو أخرين جري والدخان سورة الدخان لا يقان وكتاب قاب سورة النيجر إيه وإذا الشمس كورت سورة إذا الشمس كورت إيه كتاب قاب وهل مر مركو حوي هل رقعة كو أخرين جري في رقعة واحدة حديث كما قال صوصار إمام البخاري ومسلم وكذلك أبو داود نظم كان يسين لو ترتيبية سورة أسكرة راعين وعز قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أيا وحاوي إسكالوي عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي قاس أيا جمعي وصيدا أسكرة راعي سورة أسينا كسو انتهي أبو داود بان أساسه قوري وكان وحوها صوبنا صلى الله عليه وسلم أحيانا مرمر يجمع كوكو ميو بين الصور سورة أو من السبع التوالي تدبر دار كمدة تدبر الصورة القرآن كورا دار أما تدبر دار صورة هاي أي عمرك حاوي كل من جريو صورة كل من جري كل بقرة صورة البقرة أيوة النساء صورة النساء أيوة آل عمران في رقعة واحدة بقرة يا آل عمران يا صورة النساء أيوة هل عنو يكو أخرنا ماشي وماشي عبد الله المسعودي يري وحاوي لقد هممت بأمر وحان تمنيه بسوء أرن حنبا تمني ونبي صلى الله عليه وسلم هبين صلاة كجيران عن عوير كاري لفا إذي سئلو صلاة الليل نبي وتكناه أي قطوة واحدة مركو نبي قطوة واحدة نبي وحب الأولى سورة البقرة مركا سبحان إلوين سالة كنتك آيات أهر سورة البقرة وكرفع دورة وسي وذيوير وحان إلوين شالة نسك سورة البقرة وكرفع دورة وسي وذيوير إن شاء الله وحان إلي ويري آخر سورة البقرة ما كنا مايو يركوع دونا مركزة ما كنا سورة البقرة مي أيو سورة النساء بلاوير إيش هذا الموقع ده أنا معاوي كمان قارن لي وسيدة غالي سحابي مركزة إن شاء الله سورة النساء كده وحين دونا هذا أنا وده مايدو سورة النساء هذا أنا دي بوصل لارتة سورة على عمرام بلاوير مركزة وحان دمعي ويري أرين هم بان دمعي أرين ده حن حيتها وحوي رسالة دينا كفر صدبع رسالة دينا كفر صدبع النبي صلى الله عليه وسلم أيان دمعي بوليه سحابي
على كل حال وكان أحيانا مرمر يجمع كل من جرى بين الصور صورة أو من السبع تضوذي كمدة الضوال إير دير البقرة طوى كمدة إيه والنساء وآل عمران سبعة تضوذ صورة وحجرت عبد الله بن عباس وديه جري من تعلم هذه الصور السبعة أو فهم معناها فهو فقيه وفقيه وما بحنا وحكله تضوذ وعوية وبقرة آل عمران نساء مائدة أنفال يتوبة أنفال يتوبة وحكى وحال سكوها يا مركة متى تضوض ما أعرف با ما أهم أنعام با أنعام بين أبنت الروايات غر وحدي جري تضوضاس أنا واللي اللي بحصور ده نقاني وهل أعرف بس كم قد إيه أنفال يتوبة كده بدر تضوضا صور أحكام تكجر تقف كم معناه هذه أحكام تهذي حفدية فهو فقيه بدي جري مع بس رضي الله عنه في ركعة واحدة من صلاة الليل وصلاة الليلة كما سيأتي سيدنا إيمان دونت وكان وحوها صوبنا صلى الله عليه وسلم يقول متك قوله أفضل الصلاة صلاة وحا أغفل لبدا دور القيام صلاة قيام كذا ودير هذا يا أغفل لبدا صلاة قيام كذا ودير هذا صلاة داسا يا أغفل لبدا حديثك وحسو صار إمام مسلم إمام الضحاوي إغيثي وكان وحوها صوبنا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ مركو أخريه أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ آيات سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة آخر كذا مركو أخري آيات وحدي جري سبحانك فبلا اللي هو حكاية ليس إلهي موسى أوذن إنه ضدك إنه صنع لي بلا أولي سبحانك فبلا نزنانتي سي إلهي وأوذا يعني واد أوذا واد أوذا وصنع لي كرتا وإذا قرأ دو أقرية سبح اسم ربك الأعلى مركو أقرية سورة بالله من حدي جري سبحان ربي الأعلى حدي جري ولحظة أنتوا آيدك الآخر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق أنتوا سنهين سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى حدي جري النبي صلى الله عليه وسلم إمامكم حد مودا لو حديثين وسكو قفتي وأن لبح الحديث هل حديث بكري وخطأ لو حديث بكري حديث كهرة وحديث موسى ابن أبي عائشة نينك لو يقال تابعي وحنا صار أبو داود يغيرك نين كان وحلوي قنا إرسال لكنه هو رجل ثقة ومن رجال صحيحين مخرج في الصحيحين لكن وحعان كوي هاي إرسالك إرسالك يعان كوي هاي وأحاديثه وغير الصحيحين وإرسال بدن باكوجر نقادنا وحوي وير الدين أحاديث ساس عمله حديث كمرك سال الله يستر إمام النووي أصاب حديث كان ودل دقيه ضعف في مكتب إمامه إنه ضعيف يعني كتاب كسر مجموعة شرح مركو حوايا مسلم كقاضي هاي ما له بعض بسوقات ابن حجر حافظ ابن حجر باكده وتري وآد ياد ووجر جاري وحديث كان طرق بدنك كياني سوين ابن حديث سوين وثابت يعني كتاب كسر نتائج حوايا نتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار وأذكار إمام النووي وكل تخريجين هاي أياه هذا وقع عليه دور بيج لا صدق بيج وقع عليه حديث كان نسويا هذا بنمركو عاوي وتخرجي حديث كان لبعض وحصوص عري وأه سبح اسم ربك الأعلى وحصوص عري وطريق سوقي مت حديث كي من عباس ويرت حديث كي من عباس وكذلك إمام نووي سان صار سوقع عليه لكن على راجع عاوي سان نسويا هاي وحديث كإمام أحمد يطوراني يو أبو داود يغير كود بحصوص عري وكان حواس صبنا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ مركو أخري أليس ذلك بقادر مركو أخري سو أليس ميوسنا هين ذلك أرنت سيدا بقادر مدى وضع على أن يحيي الموتى ذكر إن تكنوا صنع ولي الله سبحانه وتعالى قال حولي جري صبنا سبحانك أن الزنان تد إله يو فبلا وذا ودا وصنع ولي وي وإذا قرأ هدو أخري سبح اسم ربك الأعلى هدو أخري سورة داس سبح وحا نزه ذلك اسم ربك ربك هذا مقعيس على أليه سري قال حولي جري سبحانه وحا نزهن ربي ربك إيبا نزهن الأعلى عليه السرية يا نزهان حديث كان وحديث ابن عباس باب جواز الاقتصار على الفاتحة والله سبحانه وتعالى أعلم.